نتمنى هذه المناسبات تكرر كثير، لان صراحه تيبينوا ان الحمد لله الامن يعني تيدير مجهود كبير باش يوجد الراحه للمواطن المغربي، وتقريبا يعني بطرق حديثه. هذا الشيء الا وتيتلج الصدر ديال المغاربه. نتمنى ان الامن يسود المغرب، والشكر الجزير للامن الوطني اللي تسهر على راحه المواطنين. توقعاتنا البطوله هو ان عندنا جوج نقاط وزائد مقابله اللي غنلعبوها غدا ان شاء الله، باش غادي نحاولوا اننا نحسموا فيها ان شاء الله غدا. نتمنى نكونوا في المستوى غدا ان شاء الله امام الجمهور ديالنا، ونهديوهم هذا اللقب ان شاء الله بحول الله السنه هذه ان شاء الله. ومقابله تونس غادي تكون مقابله قويه، ولكن هذا ما تخفيش ان فريق الوداد فريق كبير اللي غادي يدخل لهذه المقابله بواحد الحزم وواحد القوه امام الجماهير ديالنا وامام الدعم ديالهم، اللي باش نفرحوا الجماهير الوداديه والجماهير المغربيه ان شاء الله عامه. والحمد لله هذا الشيء تفرح حتى اللاعبين، ان ونجم الحمد لله دابا دخل مع المجموعه ان شاء الله، يكون حاضر ان شاء الله في التظاهره ان شاء الله بحول الله.